واخيرا بعد 120 يوم نزل السيزون الثالث شابتر 2، ونزل معه اشياء خرافيه جدا. الصراحه انا متحمس كتير على هذا الفيديو لانه في اضافات خرافيه اجت معنا باللعبه، واسلحه جديده وستقنات وستايلات، وفعلا اشياء كتير خرافيه. فقبل ما بدي بلش بالمقطع، قبل ما افوت باي شيء، بدي اياك تفجر هذا الفيديو لايكات وكومنتات، لانه على هذا الفيديو ان شاء الله رح يصير السحب على 2 بطل باس لـ2 من الكومنتات. اي حدا بيكتب كومنت عشوائي او تعليق عشوائي لح اختار شخصين من التعليقات العشوائية ويربح البطل. بس ان شاء الله يوم السبت بالليل لح اعلن عن الفائزين كلياتهم، يلي هن اللي حيكونوا شخصين ان شاء الله يوم السبت بالليل لح اعلن عن الفائزين ونزل مقطع اعلن فيه عن الفائزين. فانت هلأ فرصتك لـ2 بطل بس انك انت تحط لايك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتستخدم كود الايتم شوب نيمو 9 لما انت تشتري البطل بس او اي حدا يشتري البطل بس، واكتب لي تحت كومنت مشان اعمل السحب على الكومنتات وعلى التعليقات العشوائية، يعني بتكون انت احد الرابحين. فالفيديو تبعنا اليوم رح اعرض لكم فيه السكنات والستايلات وبعض الاشياء الجديده والاسلحه اللي تمت اضافتها وكل شيء تمت اضافته باللعبه بالتحديث 13 سيزون 3 شابتر 2. فهلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. الصراحة يعني مشان اكون معكم صريح ماني عارفان من بدي بلش، بس اول شيء خلينا نبلش يا شباب. بشو بدنا نبلش؟ بنت الطيارة. بنت الطيارة مثل المظاهر امامكم نزلت معنا بالاعلان الرسمي تبع فورتنايت سيزون 3 شابتر 2، فالمتوقع تحصل على ستايل تاني اما تنزل على اللعبة لحد الان مو معروف. خلينا نبتدي بالشغلة التانية. الشغلة التانية معنا اللي هو ابو الشيلد ابو الهيل صاحب ال 200 شيلد وصاحب ال 200 هيل الجاكجاك، نزل معنا بملفات اللعبة ونزل معنا بالاعلان الرسمي تبع السيزون الجديد، ان شاء الله قادم للعبة معنا رح تصير تفول على الاخر بالجاكجاك. خلي هلا لكم على الماب. بالنسبة للماب هي مثل المظاهر امامكم الماب تم تسريب صورتها كاملة رح تكون بهذا الشكل الماب، وبالنسبة للمظلة المظلة الخاصة بالفوز تبع السيزون الثالث شابتر 2 رح تكون بهذا الشكل، وانت بتقدر تروح تعدل عليها مثل المظاهر معنا بالاعلان، وظهر معنا بملفات اللعبه كامله مثل مظهر امامك الصوره. هدول جميع الاضافات الخاصين بالجلايدر او بالمظله الخاصه فيك تبع الفوز، بتقدر تعدل عليها مثل سكيم مايا بالضبط مثل مظهر امامك بالصوره، بتفوت بتختار الالوان وبتختار الشكل وبتختار اي شيء بدك اياه، وانت بتظبط المظله على كيفك. وهي مثالين بالنسبه للمظلات بتقدر تظبط عليها. المظلات الصراحه فكرتها فعلا خرافيه مثل سكيم مايا بالضبط، بتقدر تعدل عليها. وتمت إضافة أسلحة جديدة مثل المظاهر أمامكم، وإضافة شوتجان معنا باللعبة، وإضافة سوبر فلوري اللي هو ظاهر أمامكم بالصورة. تمت إضافة أسلحة خرافية للعبة، لحد الآن ما بنعرف شو موضوع الأسلحة هدول. هلا حينزلوا معنا بالبطل رويال، هل في منهم للزومبي مو معروف، بس هدول جميع الأسلحة اللي نزلت معنا باللعبة. وفي شغلة تانية اللي هي كرة الريفت اللي ظاهرة أمامكم بالصورة، تم تجديد ملفاتها باللعبة ومتوقع تنزل معنا بهذا السيزون. وتمت إضافة بعض الأشياء اللي هي مثل الخضار يلي على الأرض. هدول الخضار اللي على الأرض يا شباب في منهم بيعطي هيل، في منهم بيعطي سرعة إنك أنت بتاكله بتقدر تمشي أسرع أو تركض أسرع، وفي بعض منهم بيعطيك شيلد. فهدول تمت إضافتهم معنا باللعبة، أشياء جديدة بالنسبة للخضار كانوا معنا بالسيزون القديم بالشابتر القديم عفوا، وهلأ تم إرجاع بعض الأشياء منهم. وتمت إضافة ستايلات وسكنات كتير بالنسبة للعبة. أنا هلأ رح أعرض لك أول شيء هاي الصورة، هاي الصورة الخاصة بجميع البيكاكس اللي تمت إضافتها باللعبة، وهلأ رح أتركك مع فيديو صغير وأرجيك البيكاكس شلون شكلها باللعبة. مثل ما شفتوا البيكاكس هيك شكلها باللعبة، وتمت إضافة معنا جلايدر أو مظلات كتير مثل مظهر أمامكم. هي صورة المظلات كلياتها، وأنا هلا رح أترككم مع مقطع صغير وأرجيكم شكل المظلات.
هدول هن شكل المظلات كلياتها اللي تمت اضافتها معنا باللعبه، وتم اضافه معنا كمان سكنات. السكنات في موضوع كتير كبير من ورا السكنات. انا هلا رح اورجيك السكنات اللي تمت اضافتها باللعبه في فيديو بسيط، تشوف جميع السكنات اللي تمت اضافته. بالنسبة للسكنات مثل ما شفت انا عم اقول لك انه سكنات موضوعة كبير، لانه في بعض السكنات الى 3 ستايلات، مثل ستايل بنت المهندسة الى ستايلين زيادة فوق الستايل تبعها، وفي هذا السكن كمان بيكون له كذا ستايل مثل مظاهر امامكم، في له كتير ستايلات بالنسبة له انا علمت لكم عليه بالنسبة، وهي الصورة كلياتها بالنسبة للسكنات اللي ظاهرة امامكم. تم اضافة بنت الشيطونة، وتمت اضافة القطة المشمشية، هي مدري شو شغلتها الصراحة، سكن بشع، وتمت اضافة سكن اكوامان مثل ما حكينا بالتسريبات طلع مظبوطة 100%. وبالنسبة للرقصات او الايموتس كاملة، انا هلا رح ورجيك فيديو ورجيك جميع الايموت وجميع الرقصات. الصراحة تم إضافة كتير أشياء معنا باللعبة. الصراحة اللعبة عملت أشياء خرافية، اللعبة فعلا تستاهل إنه هي تتأخر كل هالتأخير هذا مشان هيك إضافات. وفي كمان شغلة خرافية جدا انضافت معنا بهذا السيزون، يلي هي عبارة عن سيارات وشاحنات بتقدر تركبها وتسوقها، وتمت إضافة القرش مثل مظاهر أمامكم بالإعلانات. من المتوقع إنك أنت تكون ماشي بالماي ويكون معك الصنارة بملفات اللعبة هيك شفنا، وإنك أنت تصيد القرش بيكون واقف بمنطقة وبتصيد القرش وبصير هو بيشدك أو بيجرك وأنت حكم فيه. القرش اضافة ممتعة جدا بالنسبة لهيك لعبة، يعني الصراحة اللعبة ابدعت، صار في قوارب، صار في طيارات، صار في سيارات، شاحنات، سمك ياخدك يمشيك، يعني صار كل وسائل تنقل موجودة. وطبعا اللانش باد الله اعلم لو انشالت لو ما انشالت، الصراحة ما حدا ركز عليها ابدا لللانش باد. وفي كمان شغلة جديدة مثل مظاهر امامكم بالصورة، يلي هي عبارة عن دوامات موجودة بالمي، هاي الدوامات بتكون موجودة بالمي مدري شو بتعمل معك، بتسحبك او بتعمل لك دمج او بتغرقك مثلا، ما بعرف شو شغلتها يعني الصراحة، بس هي تم اضافتها باللعبة، وهي الصورة الواضحة لها بالنسبة للدوامات المائية الموجودة معنا باللعبة. وبالنسبة للشاشات الانتظار، رح اعرض لكم شاشات الانتظار كلها اللي انضافت معنا باللعبة او تقريبا 80% منها، وهي هي شاشات الانتظار.
ونضاف معنا شيء جديد اللي هي مثل قنابل مولوتوف مثل مزارع امامك بالصوره اللي هي عباره عن فلار اللي هي بتكون فاير اللي مدري شو بتكون يعني عباره عن اطرميز بيكون جواته مثل نار او حبوب نار بترمي بيعمل نار هيك حسب ملفات اللعبه شفناها. وبالنسبه للستايلات السكين الستايلات كلها رح يكون لها لكل سكين يعني كل سكين رح يكون له 2 ستايل او 3 ستايل مثل مزارع امامكم بنت المهندس رح يكون لها 2 ستايل وفي كمان سكين بالبطل بس رح يكون كمان له 2 ستايل او 4 ستايل كمان فانت تاكد انه في تحديات رح تكون بالنسبه للستايلات فتاكد انك مفعل زر الجرس مشان يوصل كل جديد بالنسبه لتحديات الستايلات وكيف تفتح الستايلات كاملين. هيك انا بكون غطيت لكم كل الاخبار تقريبا بالنسبه للتحديث الجديد. بس الشيء المخيف اللي انا شفته سكين بنت الطياره شو جابه هلا بهذا الشيء شو جابه بالاعلان ليش نزلت معنا بنت الطياره الصراحه فعلا موضوع غريب جدا وليش نزلوها لبنت الطياره الله اعلم وليش حطوها بالاعلان الله اعلم. وفي كمان معنا حزمه جديده رح تجي على الايتم شوب هي وحزمه مارشميلو حزمه مارشميلو نزلت على ملفات اللعبه وتقريبا بنسبه 80% مارشميلو ينزل هو وحزمته على الايتم شوب. وفي حزمه مثل مظاهر امامكم هي تبع بنت البطيخ هي تبع الفواكه يعني الملونه هذا رح يكون عبارة عن ستايل وعبارة عن سكين وبيكاكس ورقصة خاصين فيها تبع الستريمر واليوتيوبر المشهورة فهذا رح ينزل معنا ان شاء الله. هذا تم تأجيله من السيزن الثاني للسيزن الثالث فلا رح ينزل معنا هل هو رح ينزل حزمة في باكس ولا رح ينزل حزمة الدولار اللي هو بخمسة دولار لحد الان ما حدا بيعرف بس المهم في عنا حزمة جديدة قادمة للعبة اللي هي تبع الستريمر واليوتيوبر المعروفة عالميا. هيك انا بكون غطيت لكم كل شيء بالنسبة للاخبار تبع السيزن الثالث شابتر 2 وما عاد صفي اي شيء تقريبا يتغطى ما صفي بقى هلا غير نفوت ان شاء الله على اللعبة وعرض لكم بطل باس وارجيكم اياه وارجيكم تغييرات بالماب والاماكن الجديدة واشرح لكم تحديات الاسبوع الاول والاسبوع الثاني. هذا المقطع بدي اياه ينفجر لايكات وكومنتات لانه هذا رح يكون عليه السحب ان شاء الله على 2 بطل باس فشكرا لك اذا كملت المقطع للاخر. انا بعرف عم اقول بطل بس انا هيك متعود لانه الصراحه متحمس جدا فهو بطل باس انا بعرف انه هيك بينقال. فالمهم هذا هو مقطعنا اليوم بتمنى يكون عجبك واستفدت بمعلومات لا تنسى تدعم بالاتم شوب نيمو 9 وبرعايه الله.